حاجات غريبة ومرعبة لو ظهرت عليك، فجهز نفسك للي هتسمعه ده. انت ممكن تكون ممسوس من الجن في البداية، بس انا مش عايزك تقلق، ومش بالضروري ابدا يكون جن، ممكن تكون اعراض مرضية لمرض زي الاكتئاب. بس في الحالتين خلي بالك من نفسك وحل المشكلة، وما تنساش الاكسبلور. نبدأ. لو بتحلم بكوابيس مرعبة وبتجيلك كل يوم، فده غالبا مس. او بتحلم احلام وتتفاجئ انها بتتحقق، فده غالبا مس. ساعات بتلاقي صعوبة في النوم بتاعك وما بتنامش غير بعد فترة طويلة جدا من الارق، فده غالبا مس. بتحتلم بشكل متكرر وكل ما تنام تشوف احلام ما. واخد بالك؟ حتى لو كانت بينك انت وبين حيوان، فده غالبا مس. لو حسيت فجأة انك بدأت تاخد جنب من عيلتك وبقيت بتحب الوحدة فجأة، فده غالبا مس. فراجع نفسك وقرب من ربنا تاني، وصدقني هتحس بفرق.